تفنك أي وجنج تتقللو بتكمي جنج تمرت بيتاج بأفتان ودك أشوا بعلم من ملساتشوا تمرت لمس جمر يدرجنا ولا لو تراتي يستقوى قلوي جنجال سيلو بمقالة يعدها ولتن يدرج تمرت بيت مهمري هنوت إيساق ملك النام يتمرت بيت ورئس مهمر لول جبرس اللاس يتنقرم عمس كلاس بيتشان يالله هنك بلوك فيرستي وداس رامس كلاس نالله هونك عمس كلاس بيتشان وتجمر يالله كلاسو كن دالله هون تبتفنك أي نتيجة يالله أمست كلاس تمت ولتنجا كانت شنزاري تمرت جمرنا المرتنا يا وترجن برقت عشقارينو شند بيت لما تكم يلون انتن وهالا ما تكم تماريو تم بعرفت لما وطات بعد عشقارينو نداي تشتنو نيم بفراش مرت فراش رقت انه من قوايا لنا تماري وجهك هولة عمتات بلايك تمرت قبتاتشو بملياتاتشو مكنيات لكفتن يا يسن البناء قوس تقال طوالي علوت أستماري وجهو أهونم كدرساتشو تشقرن دياغ قمو يا قوارتو تتمرتاتشو ما كاكاسا اللباتشو تمرتاتشو بميك باندي كتاتلو دقمو بتمرتي بيتوشو استتت اللو يميقنيو تفاناك اي وقنوش ودك اياتشو مملسي قباتشو ال يهندي هون دقمو يتقرأيك زيو يستدادرنا يا فيدرال منغست تنابو مسرات اللباتشو بلوال بس من تمسرت مفز من البربات معناتهم كلهم تفنقاي ود يبوتاي ملساي سمنات نبر يمكن اسكاون درس سمناتو بتغوار لا يالعالم سمناتو كن بتغوار لا بيون تفنقايوچم ود بوتاچو يدو نرواچو بجمور يتشايا نو اهون كن بتام شجر لاين يال تفنقايوچم انيام ماستمار ممار ماستمار شجر لاين يال ماستمار الچالنم منغست بقى بزا بريتورال مسرت بهغون ديفصم መጀመሪያ ያንዳንዱ አስተዳደር ይደረከባል ነው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ቦታውን ይደረከብ ነው የሚባለው እና የምዕራብም ተረክበን ማስተዳደር የሚችለው የትግራይ መንግስት ነው ስለዚህ በስምምነቱ መሰረት መፈጸም ነበረበት መንግስት የሚል ልብስም ያለው አሁንም ቢፈጸምልን ይሻለን መስላኝ ግዚያዊ አስተዳደርም አስቸጋሪ ሆነ ለፌደራል መንግስት በገባው ቃል መሰረት በሁሉ መሰረት ቢተገበር የተሻለ ነው የሚሆነው መፍትሄም ነው ህዝቡ ሙስን ነበር የሚጠብቀው ማለት ክረምት ሳይገባ ሄደን አርሰን ያለፈውን ትነል የሚቀጥለው አመት ራሳችንን እንችላለን የሚል አመር ነበር የሚናገሩት ትምርት መጀመሩ እንደግፈዋለን ያሉት በትምርት ቤቱ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች በበኩላቸው ተማሪዎች እኛ የኖርንበት ወደምንገኘው ትምርት ቤቱ ውስጥ መጥተው ትምርታቸው ለመማር አደጋች በመሆኑ በፕሪቶሪያውስ ምምነት መሰረት ወደ ቀያችን ተመልሰን ዘላቂ መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል ብለዋል ትምርቲ አይንጸልን ደቅና ነርባታ አመት ምስናይ ኮሮና ተታሐይዙ የትምርት መጀመር እንደግፈዋለን እንጂ አንቀወመው ልጆቻችን በኮሮና ወረርሽኝና በጦርነቱ ሳቢያ ለሶስት አመታት ከትምርት ገበታቸው በመለየታቸው አንድ ትውልድ ነው ያጣነው ይህ ደግሞ ለአንድ ሀገር እድገት ከባድ ነው ይህ በእንዲህ ያለ ትምርት በተወሰነ መልኩ መጀመሩ የምንደግፈው ቢሆንም ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ሳይመለሱ የተፈናቃዮች ማዕከል በሆኑት ትምርት ቤቶች ትምርት ማስጀመር ግን አዳጋች ነው መንግስት ማርጋለው ፌደራል ማርጋለው ወደ ሀገራችን ሄደን ቆፍረንም አርሰንሁን ምን በላበት አቅጣጫ ማቅመጥ አለበት